خلال حلقتنا لليوم رح نتعرف على معلومات طبية بتخص الحذاء الطبي، كيف ممكن نشتريه، ايش المواصفات اللي بتهمنا عشان نحقق الوظيفة الأساسية للحذاء وهي انه نحافظ على صحة الرجل وسلامتها. هلا احنا حكينا مواصفات، اول مواصفة بتهمنا اللي هي مقدمة الحذاء مش مدببة كتير وتكون واسعة بحيث انها تكون مريحة وفي مدى خفيف للحركة للأصابع على أساس تسمح لنا برضو بالتهوية. في شغلة تانية بتهمنا كمان اللي هو الأرضية الحذاء نفسه، المفروض تكون مش كتير طرية ولا كتير قاسية على أساس حماية الرجل من الإصابات الخارجية. بهمنا كمان كعب الحذاء نفسه إنه ما يكون كتير عالي على أساس ما يأثر على ميكانيكية الرجل. في شغلة كمان بتهمنا كتير اللي هي المادة المستخدمة في الحذاء نفسه، في مواد لينة وفي مواد شوي بتكون صلبة ممكن انها تأثر على الرجل، انها بتضر الرجل اكتر ما بتفيدها. البطانة تبعيت الحذاء نفسه اذا بنشوفها من هون، في احذية مبطنة في اماكن بتكون فيها بروزات عظمية على اساس ما تتسبب لنا باصابات بالجلد، خاصة للناس زي ما قلنا مرضى السكري بيكون عندهم شوي حساسية للجلد او شوي جلدهم حساس اكتر من غيرهم، وحتى طبيعة التئام الجروح عندهم بتكون صعبة، فهاي تعتبر برضو من الأمور الوقائية حتى لو ما كان في مشكلة صحية عندهم. في شيء اسمه الأرش اللي هو الموجود في قاع القدم، بتوزع فيه الضغط بزوايا معينة، ففيما لو صار فيه اختلال أو اختلاف فيه هذا بده يؤدي لنا لمشاكل صحية.